السلام عليكم. في كل مرة أرى أن النجاة في الالتجاء إليك، فلا ذلك الصوت يسمع ولا تلك الأنات يدرى بها، ولكن سرعان ما تأتي البشائر واللطائف من حنايا عطاياك. من ظن أن صدرا يضمه يخفف عنه همه، أو شخصا يلمه يزيل كدره وغمه، فقد أبعد النجعة وأخطأ الطريق، لأن ليس في الناس من يعلم خفايا النفس ولا ما يجول في جنبات الفؤاد إلا ذلك الرب سبحانه الذي خلقها، فيعلم مستقرها ومستودعها، يعلم ذلك الحزن الذي خيم على ذلك القلب فملأه هما وغما وضيقا وكدرا. وإن كان أمام الناس يظهر ابتسامة يخفي وراءها كثيرا من الألم، فيعلم سبحانه أن هذا القلب بحاجة إلى شيء من فقدان الثقة في الناس، وشيء من الصدمة من بعض الأشخاص، وخيبة الأمل من القريب، والجرح من البعيد، ونكران الجميل من الصاحب ذي الجنب والصاحب القريب، ليتيقن ذلك القلب أن كل شيء غير الله خيبة أمل وزيادة كدر وضيق عيش وبعد المستقر. فلو أدرك ذلك المسكين أن الإقبال على الله هو النجاة من ضيق الحياة، وأنه مهما حاول الخلاص فلا مناص، الطريق بائن والحجة قائمة، ولا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه. فويل لمن أخطأ الطريق وأضاع السبيل، والسراج مستنير والهدى بين والضلال واضح، فمن تحجج فلن تقبل حجته، ومن تعذر فلا عذر يرد عنه عذابه وسوء منقلبه. فالله الله في الثبات على الدرب والسير على النهج، والله من وراء القصد، وهو يتولى الصالحين وناصر المؤمنين ومذل الشرك والمشركين ومدمر أعداء الدين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.